بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ الأهلي بمن حضر، الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق 90، الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 في كأس الرابطة المصرية. أشبال الأهلي اللي هم بداية من مواليد 2000 ل 2003، مدعم بلاعب أو اتنين من الكبار اللي هم برضو خبرتهم واشتراكاتهم مع في المباريات قليلة. بصراحة احنا 70% منا كان متخوف، كان متضايق من موسيماني وإدارة الأهلي، ما كانش عنده الثقة الكافية إن الأهلي يجتاز هذا المعترك أمام الإسماعيلي الخصم اللدود. والإسماعيلي بيلعب مبارياته كلها من أجل تحقيق نتيجة قدام الأهلي طيبة. احنا كنا متخوفين من نتيجة عالية 1-0 مع الأداء المميز. أنا كنت هزعل على لعيبة الأهلي، مش هزعل على النتيجة، إنما ربنا سبحانه وتعالى دايما مع اللي بيحترم الكورة، دايما اللي هو بيدي للكورة. الكورة طبعا دوارة وملهاش أمان وكل حاجة، وكان ممكن الماتش ينتهي 1-0 اللي جاب الإسماعيلي في الدقيقة 16. إنما بصراحة أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. إحنا عندنا واجب يا جماعة إن إحنا نحفظ هؤلاء اللاعبين، وإن إحنا نحمس إدارة الأهلي ونترجى منهم ما يفرطوش فيهم، يمدوا عقودهم حتى لو في إعارات أو أي حاجة، نستفيد بيهم ونرجع كده مرة كده للجيل بتاع زمان، إن 90% من قوام الفريق أهلاوي اتربى في الأهلي، ما اشتريناهوش من أي نادي تاني. يعني بصراحة يعني ده اللي إحنا نتمناه. اسفين يا موسيماني، لان انا من الناس اللي انا كنت متضايق، ولكن انا مش من النوع اللي انا يعني مش من النوع اللي انا بتسرع، ومش من النوع اللي انا بتاع ترندات ولا يوتيوب بقى اعمل اشتراكات وعايز ترند، ولما لما اشتم اخد لايكات اكتر وقنوات. بصراحه انا طبعا بتمنى منكم المتابعه، بتمنى منكم لو في اي ملحوظه تكتبوها، بتمنى لايكات، بتمنى لو اي حاجه انتم محتاجينها نتكلم فيها في اي حاجة في اي مواضيع، ما فيش مشكلة خالص. احنا عندنا القصة التانية، قصة اللي كنت عايز اتكلم فيها هعد عليها على السريع لان عايزة حلقة لوحدها، وهي ايه اللي بيحصل في مصر، ايه اللي بيحصل في وطننا الغالي، ايه اللي بيحصل. احنا بقينا نكسب فلوس من الكلام، نكسب فلوس من اللاتو والعجن، نكسب فلوس من الشائعات. ما فيش حد سايب حد في حاله. لعيب موجود في مصر طالما في نادي متضايق من ان هو رحل عنه زي كهربا مثلا، تقوم السكريبتات كلها بقى تتحول على كل القنوات ويتكلموا عنه ما يسيبوش في حاله. حتى احنا سمعنا من يومين ان هم اتلخبطوا النادي اللي رايح له كهربا، وكأن المدرب تم طرده، وطبعا الكلام ده مش حقيقي، ده دليل ان فيه غباء، استغباء، جهل او التربص. والتربص طبعا زي العيال اللي بيطيش كده بيجي دايما في الحتة الغلط فبتترد في وشهم تاني. فمش عارف انت، طيب انت ترضى على نفسك انك تكسب فلوس؟ انا بقول طبعا للناس اللي هم عندهم قنوات بيكسبوا منها ملايين او الافات او كده، ربنا يبارك وكل حاجة، بس لو الكلام مفيد، لو الكلام خارج عن انك تنشر الفتنة واللي احنا مش مستحملين اصلا. احنا شعب ودننا اوسع من نطاق طموحنا واجتهادنا وانتاجاتنا. احنا دايما بنوسع ودننا لاي كلام غريب، اي كلام يفرحنا وخلاص، مش مشكلة لو هي اشعة يعني ماشي، انا عايز غيري يصدقها فاقوم انشرها اكتر. يا ريت يعني نتريث شوية وما ندخلش برضو نقطة تانية، السياسة في الرياضة والحاجات دي كلها. الرياضة في جميع انحاء العالم مضحكة، مستفزة، الانتماءات ساعات بتبقى زيادة عن اللزوم، التحفيلات ساعات بتبقى زيادة عن اللزوم. يوم واحد بقى داخل لك فيدي في السياسة وأصل ده ومش عارف إيه وده محمي من مين. الكلام ده مش بنلاقيه للأسف إلا في مصر، وأتمنى إن ده ما يحصلش كتير أو ما يبقاش فيه. يعني إيه، مش لازم يعني إن إحنا والله إحنا عايزين ننتج، يا ريت ننتج كده، يا ريت ننتج شيء كويس، يا ريت نحفل بالمعقول، يا ريت ان احنا ما نعلقش على مباراه 3 ايام قادمه، 6-7 دقائق بيعلقوا هنا على المباريات وكفايه جدا.
مفيش تهليل كتير، مفيش حب لدرجة العبادة، وبعد كده نكره زي ما عملنا مع محمد صلاح، ما جابش جون في ماتش او اتنين فقلبنا عليه. النهاردة كلنا بنتمنى ان هو يكون احسن لاعب في العالم في الاختيار اللي هيحصل بعد ساعتين من دلوقتي. نقول ايه تاني بالنسبة برضو للقنوات اللي هي مصممة انها دايما تضايق الجماهير؟ طب انتوا عايزين مشاهدات عشان الاعلانات، فبلاش تضايق الجمهور، وخاصة 90% من الشعب المصري تقريبا بيشجع الاهلي زي ما بيشجع المنتخب بالظبط. فمش لازم نطلع بقى مرة كيروش حلو وكيروش حلو وحش، حسام حسن طلعوا عليه ان هو المفروض هو اللي يدرب المنتخب عشان يتحرق بدري، الوزير صبحي هو اللي عمل بطولة افريقيا 2019 بنجاح واحسن من الكاميرون. طب انت رايح تاكل عند الكاميرون عيش يعني، ما تخلي عندك دم يعني، طالع عند دولة فقيرة المستوى الاقتصادي يمكن مش قد كده، والمستوى الصحي وحتى البيئي، وكورونا ما عندهمش 7-8% تحصين من كورونا. فلا، خلينا عندنا أدب. كل دولة في الدنيا وكل مجتمع وكل أرض وكل بلد معرضة لكوارث، معرضة دلوقتي العالم كله معرض للكوارث ديت، وبيعيش كارثة كورونا اللي هي بتستجد لخامس فيرجن دلوقتي موجود عليه زي اوميكرون اللي شغال دلوقتي. نخلي بالنا يا جماعة، نخلي بالنا جدا جدا، لو حد جات له كورونا مرة واثنين وثلاثة لازم يكشف على الصدر، لازم يكشف على الرئة، لازم ياخد باله جدا، لان بتسيب اثارها. طالما الفيروس حتى لو ميت موجود في الجسم، مفيش فيروس بيموت خالص، ساعات بيجي له فوقان كده، ولو جه ناحية الرئة يبقى لازم الواحد ياخد باله جدا. ناخد بالنا من اهلنا، من ابهاتنا، من امهاتنا، من اجدادنا، من الناس اللي عندهم مرض مزمن، من المدخنين زي حالاتي كده. انا بدخن بايب بس مش بدخن سجاير للاسف. التدخين عامة كله غلط غلط غلط. ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء يا رب، وعن وطننا الغالي، وعن مع منتخب مصر النهارده بيقول لك حظ كيروش حظ عوالم. ايه حظ عوالم وحظ مش عارف ايه؟ احنا ما تبطلوا الالفاظ اللي هي السوقيه دي. هو خلاص حظ منتخب مصر كويس، ان هو احتمال ان مصر ان شاء الله تلاعب سيراليون او غينيا الاستوائيه في حاله ان فريق منهم فاز في المباراه القادمه. الجزائر عندها فرصه فقط في حاله الفوز على كوت ديفوار. انا اعتقد والله اعلم، اتنبأ ان كوت ديفوار هتفوز وهتقابل مصر، ولو الجزائر فازت لازم تفوز ب2-0 على الأقل عشان تضمن احتلال قمة المجموعة بفرق الأهداف. غير كده هيبقى حظنا في مع سيريليون أو غينيا استوائية. طيب مثلا، طيب أنت مثلا بتستهتر مثلا يعني، بتقول لو احنا قابلنا غينيا أو سيريليون هن خلاص ضمننا الصعود لدور الثمانية؟ ده مش مضمون خالص، مفيش حاجة في الكورة مضمونة. احنا المفروض نلعب الماتش بماتش، ونبص فقط للمباراة القادمة قدام السودان، لان احنا انت ممكن تفاجئ ان السودان ممكن تكسبنا. الجزائر حصلت معاها هي، وشفنا غينيا عملت ايه فيها ايه في الدقائق الاخيرة. الجزائر استهترت، ريحت بعض اللعيبة، بيقولوا كلهم هي المصنفة الاولى انها تاخد كاس افريقيا. دلوقتي الجزائر لو اتعادلت لا قدر الله، لان احنا عرب ولازم احنا وطن غالي وطن واحد، انا اتنبأ أتمنى إن كل المنتخبات العربية توصل لدور الأربعة، ولكني أتنبأ إن المغرب هي اللي في طريقها إنها تاخد الكاس ديت، وتونس هتعمل المفاجأة. أنا أتنبأ بكده. أتمنى المنتخب المصري يوصل للدور النهائي إن شاء الله، ولكن إحنا بنتفرج على الكورة. الكورة لو ما فيهاش مفاجآت، إحنا النهاردة اتفرجنا على مباراة الأهلي بجد، يعني اللي عايز يكره الكوره يتفرج على مباراه زي ديت. شباب زي الورد، جميل جدا، ماسك الكوره 60%، احيانا كان 70%، انتهت المباراه يعني حوالي 55% مقابل 45% الاجمالي امتلاكا للكوره. فرص افضل، فرص اقوى، تصرف بعض اللاعبين، انما اللي احنا شفنا كمان القوه البدنيه الجميله، وانهم لغايه اخر دقيقه للدقيقه 94 بيلعبوا كوره صح، بيمتلك الكرة صح، بداية من حارس المرمى المهاجم حسام حسن هارد، لكن وضع البلانتي لكن ربنا ما كسفوش، والسيد خليل هو اللي جاب الجون في الدقيقة 93. بكده الأهلي عنده نقطتين في المجموعة بتاعته. أتمنى من موسيماني فقط إنه ما ينيمش اللعيبة جامد، اللي عايز يريحهم حتى نهاية يناير، وده خطر جدا. أنا كنت أتمنى النهاردة 2-3 يلعبوا منهم، لأن أنت لازم تنشط لاعبيك حتى لو 45 دقيقة، أو ممكن ينزلوا الشوط الأولاني ويريحوا بعد كده
وبدام طالما احنا عندنا النتيجة مش مشكلة، ربنا ستر، ربنا ستر. وان شاء الله بكرر تاني، يا ريت الاهلي يحافظ على لاعبيه، يا ريت من دلوقتي النور الاحمر يقيد بتاع تمديد العقود بتاعتهم، حتى لو في اعارات يبقى بحذر جدا جدا. ما فيش حاجة اسمها اعارة بنية البيع، اعارة سنة بسنة كويسة جدا، لان ممكن لاعب يروح في فريق ينزل الدرجة التانية او يروح لنادي يكون مثلا مستواه مش كويس السنة اللي بعدها، فلا ادوا مراحل للاعب ان هو يغير برضو نادي لنادي اقوى، ما عدا طبعا بيراميدز والزمالك. انا ما احبش يعني تفضل كده احسن، يعني ايه، هما ليهم ادارتهم احنا لنا ادارتنا. شفنا طبعا اكتر من 70 واحد في الزمالك مترشح لرئاسة النادي، احنا اللي يشوف يعني يا ما يعيش، اللي بيعيش ما يشوف، بيقولوا كده يعني حاجات بصراحة يعني مش عارف الواحد يقول عليها ايه. يعني زي ما ميدو طلع من كام يوم وقولنا الكلام ده قبل كده، ان هو يقول لك انا اتفقت، احنا كلعيبه اتفقنا مع ايتو بتاع الكاميرون ان احنا نتعادل عشان نخرج الجزائر. انت بتفتخر بمصيبتك السوداء، بتفتخر بانك بتخون عهد ربنا سبحانه وتعالى، بتخون الكره النظيفه والحاجات دي. لا ده طبعا كان حاجه غلط خالص، من المفروض ما تحصلش نهائي. ثانية واحدة لو سمحت. البرد شوية جامد عندنا دلوقتي، الحرارة تقريبا بتتراوح ما بين ناقص واحد لناقص أربعة، لكن الحمد لله بقى لنا كام يوم ما فيش تلج ولا حاجة. السماء جميلة جدا، الجو جميل جدا، أنا كنت محتاج أشم شوية هوا كده. في مصر طبعا الحرارة ما بين 5 و7 و8 درجات، في مطر، المطر ده خير، حاجة جميلة جدا جدا، ربنا راضي عن وطننا بإذن الله تعالى، يكون كله خير، كله خير بإذن الله تعالى. أرجو بعد يعني الرجاء الأساسي بتاعي بعد طبعا من فضلكم الاشتراك، من فضلكم الدعم، من فضلكم كتابة آراء، من فضلكم أي أسئلة، ممكن أي حوارات ندخل فيها، مش لازم أي حاجة. أنا بإذن الله تعالى خلاص هنزل لكم فيديو بسيط جميل جدا 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 على رحلتي في الخليج ورحلتي في العمرة، الحمد لله ربنا ينورلكم جميعا يا رب. لكن الحاجة التانية برضو ان احنا يا ريت نبطل ان احنا ندعم اي حد بيخرج عن المألوف، اي حد مش لازم، لان انت بتساعد حد دلوقتي ان هو انت بتسمع الشتيمة وبتكملها، بتسمع حاجة عن حد مش كويسة وبتنشرها، الحاجات دي والله ما هي كويسة. اللسان هو اللي هيدخلنا الجنة او النار، اللسان اول حد، اول عضو في الجسم هو السبب انه هيدخلنا الجنة او النار. فيا ريت نبقى كويسين مع بعض، ربنا كده يهدي الامور، وناخد الرياضه كانتماء فقط، مش كحرب، مش كدين، مش حرب دينيه مثلا او حرب مصير مجتمع ولا اي حاجه خالص. احنا ساعات بنحفل كده على الجماعه الزملكاويه لان هم حظهم كده، فريق اتعمل سنه 1928 بيقول لك معمول 1911. فريق كان ما كانش فيه حاجه ذكر خالص لحاجه اسمها قصر النيل ولا الكلام ده كله، هو اول ما نشئ وبعد كده طردوه من القضاء العالي سنه 28 المختلط، وبعد كده عبد الحكيم عامر عشان لا بعد كده طبعا عشان الملك زارهم مره، والماتش المشهور اللي هم خانوا فيه العهود الرياضيه بان الاهلي كان بيلعب في غزه، فالاهلي لعب بالاشبال واتغلب 6-0، فسموه ليه نادي الملك فاروق او نادي فاروق. بعد كده عبد الحكيم عامل سكن في الزمالك، وكان طبعا هو واخوه حسن ماسكين الكوره واتحاد الكوره ووزاره الرياضه والحكام ومش عارف ايه، فقاموا مسمينه هنسميه بقى نادي عبد الحكيم، لا هيسموه نادي الزمالك من سنه 1952 وهكذا. انا المفروض النهارده الاخوه الاعداء الابطال اللي هم بيحاربوا بعض، سواء الرئيس رئيس سابق للنادي ورئيس حالي للنادي، بيحاربوا كأن خلاص يسموه نادي عباس مرتضى مثلا. يعني هو انت حظكم كده، والله احنا بنحبكم جدا، وليا قرايب واخوات واصدقاء بعضهم مثلا، يعني كل واحد فينا عنده 12 صاحب، 100 صاحب منهم واحد او اتنين زملكاويه، فبنحفل عليهم، لكن اصدقاء، ولولا الزمالك ما كناش هنفرح كاهلاويه بالبطولات، والعكس صحيح برغم الفروقات الجامده. فأرجو الهدوء، أرجو دعم موسيماني لأنه ما زال مدرب للنادي الأهلي، أرجو دعم كيروش لأنه ما زال مدرب لمصر، إنما اللخبطة اللي في العود بتاعته ديت المفروض يتحاكم فيها من أول وزير الشباب والرياضة للجنة اللي كانت بتحكم الاتحاد الكورة، هتتحكم عليه ولا إيه؟ كله ده المفروض محاكمة عسكرية والله العظيم ثلاثة.
لان فلوس الدوله حرام. في العالم دوله تعمل اتحاد كوره يعمل لمدرب شرط جزائي ياخد 3 سنين، لو احنا مشيناه 3 سنين غرامه، ده انهي شرط جزائي؟ ده بيحصل في انهي حته؟ ده احنا بننقد الاهلي او الزمالك لما بيعملوا شرط جزائي 3 شهور، 3 سنين. ولو هنمشيه قبل المباراه الوحيده اللي هي توصلنا كاس العالم ندفع له سنه ونص، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط يعني. يعني لا، حاجات وحاجات كتيره جدا زي الزمالك كده والجزيري، يعني ازاي طبعا تونس والفيفا منتظرين موضوع الجزيري، سيف الدين الجزيري اللي هو لاعب كان معار للزمالك والزمالك اشتراه. طب انت ازاي وانت محروم من القيد ازاي؟ فالاتحاد الدولي ما زال منتظر الاخ علام الرد بتاع الاتحاد الكوره، يعني ايه لاعب حر؟ وتونس لسه منتظر، هنشوف. بس هم برضه هيغطوا عليها زي ما غطوا على النقاز، زي ما غطوا على حاجات كتيره جدا، زي ما زوروا عقد كهربا. لا، الناس دول المفروض تتحاكم، الناس دول فاسده بصرف النظر، انا ما اعرفش اقصد مين، انما اللي بيعمل الاخطاء ديت المفروض ده راجل فاسد خاين لوطنه وخاين لمهنته، فلوسه حرام، المفروض يتوب لربنا، المفروض يتحاسب ويتعاقب. احنا الدولة هي اللي نشأت اتحاد الكرة الافريقي، هي اللي نشأت الكرة بمساعدة طبعا رموز الاهلي من 1907. فارجو ليه ما نبقاش نضاف في الكرة على الاقل في حاجة واحدة، على الاقل في حاجة واحدة. احنا شايفين العالم النهاردة بيتسابق في كل شيء. فللمرة الاخيرة بتمنى منكم الدعم، بتمنى الاشتراك، واسف على الاطالة، وباذن الله تعالى إلى الأمام يا أهلي، إلى الأمام يا أهلي، بإذن الله بإذن الله بإذن الله. إحنا بس ناقصنا كمان نفوز ماتش أو اتنين، يبقى عندنا 6 نقط بجانب نقطتين، نبقى على الأقل الأول أو التاني أو أحسن التاني في المجموعة بتاعتنا. لأن عندي أمل إن شاء الله لما عناصر الأهلي ترجع ناخد كأس الرابطة. ما تنساش يا موسيماني، ما تنساش يا خطيب، إن كأس الرابطة حتى لو هي مش رسمية من الفيفا، بس الفريق اللي هيفوز بها هيقول لك إحنا أول فريق فاز بأول سنة في كأس الرابطة. طب عيب طبعا إنها تعدي عن الأهلي ديت. فإن شاء الله تعالى ندعم صفوف الفريق في المباراة الجاية عشان نضمن، على الأقل نضمن إن إحنا الـ3 نقاط ناخدهم، ونتمنى الفوز إن شاء الله تعالى للمنتخب المصري مع السودان بإذن الله تعالى كده يوم الأربعاء، نفرح كلنا إن مصر عندها 6 نقاط، حتى لو تاني المجموعة، تقابل الكاميرون، تقابل كوت ديفوار، تقابل الجزائر، تقابل سيراليون حتى ولا غينيا، مش مشكله. المهم على الاقل مصر عيب 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 انها تطلع قبل دور الـ4، واحنا كاهلاويه قبل ما نكون مصريين نتمنى الفوز ان شاء الله لمنتخب مصر. والى اللقاء، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.